طلاب الغوالي يعطيكم ألف عافية. اليوم اخترت لكم إن شاء الله رب العالمين عن شرح وافي شامل للأزمنة. يعني في حين إذا كان واحد مثلا متضايق من الشغلة مش عارف يحل شغلة معينة أنت تراكمت عليك، هون أنا معطيك إياها أسئلة شاملة على كل الأزمنة إن شاء الله رب العالمين، وبهاي كل حل الأسئلة الوزارية اللي أجوا في السابق. ركز معي، ركزي معي، ويلا معي. هستفيد إنك أنا choose the correct option from the choices for the sentence below. لازم تعرفوا إنه في عندي هون إشي اسمه اللي هو احفظ الدلالة. حكيت لك إياها ألف مرة، حفظك للدلالة بتحل اللي أتخن سؤال وزاري. احفظ الدلالة بتحل أتخن سؤال وزاري. اطلع عندي هون. هسا طالما إنه في عندي هون while my father a book our neighbor came to visit us. بيجب اطلع في عندي هون while. أنا هنا مأشر لك على الدلالة في الجملة، يعني هذا الفايل، هذا الفايل يحتفظ عندك لما تيجي أنت تراجع الأزمنة يكونوا عندك موجودات، بحيث أنك أنت من خلال الدلالة هاي تعرف على أي زمن أنت شغال. طلع عندي هنا هستفيدك الوايل. الوايل دلالة من دلالات الماضي المستمر اللي هي الباست كونتينيوس. أوكي، طالما أنه في عندك الوايل والآز بيجوا بعديهم was where زائد verb ing تلقائيا لازم يكون قبلهم ايش اللي هو الverb to. طيب انا باجي بطلع شو في عندي هنا استاذ، في عندي هنا verb to وفي عندي هاي while. while بده يجي عندي was where زائد verb ing. اوكي حلو. my father مفرد، هذا المفرد. المفرد ايش بده، was ولا where؟ بده was. في عندي was زائد verb ing، في عندي هاي يا استاذي. اذا while my father was reading a book our neighbor came to visit us. اوكي طيب right now I am sitting at my desk I hear since 8 p.m. حلوين. باجي بطلع فيني هنا right now. right now استاذ هاي دلالة مضارع مستمر، صح؟ والله العظيم صح. اوكي بس باجي بطلع شو فيني هنا يا استاذي، باجي انت هون حطيت لي since، طب شو دخل مضارع مستمر بالsince؟ لا إلها دخل يا استاذ، إلها اللي دخل لما اقول لك انه في عندك اشي اسمه مضارع تام مستمر. مضارع تام مستمر. هسه هون اجت عندي هون دلالة الاستمرارية، هاي اجت دلالة الاستمرارية وفي عندك هون السنس. السنس هاي من المضارع التام مع الاستمرارية مضارع تام مستمر. شو الفورم للمضارع التام المستمر؟ في عندي اللي همي has have been زائد verb ing. في عندي هون الاي شو بتاخذ؟ هاي بلورال اللي هي جمع. الجمع بدها ايش؟ بدها have. في عندك هون have been زائد verb ing. Alright. في عندي هنا have been زائد verb ing. اوكي طيب منيجي للجملة الثانية. He started studying at 3 p.m. It's now 10 p.m. and he is still studying. اوكي في عندك الجملة هاي اجت عندك وزارة مكررة اللي هي بقول لك هو بدأ الدراسة الساعة الثالثة. وطب وهسه الساعة 10 والزلمة شغال ما شاء الله دريس بدرس بعده بدرس. إذا شو هاي؟ هي وفي عندك هون سنس. طالما أعطاك سنس إذا عسلي في عندي هون إشي اسمه مضارع تام، مضارع تام أو مضارع تام مستمر. طيب شو الفعل اللي عندي أنا هون؟ ستادينج. طب الزلمة بدرس درس وبعده بدرس، إذا صار في عندي هون مضارع تام مستمر ما بتقبل أي زمن آخر، فقط مضارع تام مستمر اللي هي he has been والverb studying بتنزل عندي هون اللي هي وين هون has been studying. اوكي حبايبي ربي يرضى عليكم ان شاء الله. the children in the park for 2 hours. اوكي طلعوا لي هالجملة هاي. هسا هاي الجملة ما فيها اي فعل، ما فيها اي فعل بدل على اشي اسمه مضارع او بدل على اشي اسمه ماضي. هسا أستاذي أنا في عندي هون for أو all أو since. طالما إنه في عندك for أو all أو since إذا تلقائيا الجملة بدها تكون على خيارين فقط، وحكيت لكم إياها كثير. إذا ما كان في عندك في الجملة فعل وكان في عندي بالجملة for أو all أو since تلقائيا الجواب بده يكون خيارين. يعني في عندك هون two options اللي هي أول واحدة إما تكون present perfect اللي هي مضارع تام أو present perfect continuous أو مضارع تام مستمر. طيب أستاذي إحنا عندنا هنا ضع دائرة يا أستاذ. أوكي حلو. هسا ما بيجي عندك خيارين نفس الشيء، يعني لما أجي أقول لك والله has studied ما بيجي بكون كاتب لك has been studying كمان، لا
يا هاي يا هاي، اوكي، يعني يا ابيض يا اسود. يلا، اذا في عندك هنا the children in the park for 2 hours، في عندي هنا for، ما في عندي اي جو اي فعل في الجمله. اذا على السريع بده يكون عندي خيارين، اما شو الفيرب played playing، هستفيدك اما بدها تكون have been playing او have played. وين الموجوده؟ have been playing. في موجود عندك have played؟ لا. اذا خلص اكتفوا في هاي. Done. ربي يوفقكم. He looks very tired. That's why he tennis for 3 hours. Okay. ها هاي 3 hours. طالما في عندي هون يا حبايبي، أنا حكيت لكم إياها 1000 مرة. قلت لكم إياها 1000 مرة. لما يكون في عندي هون، ها شوي نفتح لكم بورد. ليش هيك هلا؟ بورد. اتس اوكي، خلص انسوا. هسه باجي بتطلع هون، طالما في عندي هون فيرب 1 في الجمله افهموها. هي لوكس فيري تايرد، ذاتس واي هي تنس فور 3 اورز. طالما في عندي هون فيرب 1 افهموها، في عندي هون فيرب 1، في فيرب 1 وفي عندي هون ذاتس واي. اذا تلقائيا على السريع الجواب بده يكون في عندي ايش هون؟ مضارع تام مستمر، مضارع تام مستمر. حطها براسك هون، احفظ حفظ. انا معلش بعد بدي اياك هسه تحفظ حفظ، لانه خلص ما ضلش فيها وقت. لما يكون في عندك فيرب 1 بالجمله وفي عندك فور او اول او سينس، فيرب 1 وفي عندي فور او اول او سينس، على السريع الجواب وانت مغمض، اما هاز هاف بن زائد فيرب ان جي وبس، اوكي؟ اما هاز او هاف بن زائد فيرب ان جي. طبعا بناء على ايش؟ على السبجكت اللي بيكون قبله. باجي بطلع شو في عندي انا هون السبجكت، هي اللي هي بدها ايش؟ هاز. اذا بدها تكون هاز بن زائد فيرب ان جي، في عندي هاز بن زائد فيرب ان جي، يا عيني علي. اوكي طيب نيجي نطلع هون. Look at this example. He looked very tired because he tennis. طيب يا عيني علي، باجي بطلع، طلعوا لي على الجملة هاي. أنا أعطيتك هون إيش؟ الجملتين هذول حتى إنك تعرف تميز أنت بينهم. أعطيتك الجملتين حتى تعرف تميز ما بينهم، اللي هو في عندي هون إشي اسمه اللي هي البيكوز، في عندي اللي هي البيكوز، والبيكوز هاي إيش؟ دلالة مشتركة مع زمنين، اللي هي الماضي التام والماضي التام المستمر. ماضي تام وماضي تام مستمر. طلعوا لي كيف. He looked verb 2 very tired because he tennis. هو يبدو، يعني هو بدا، هو بدا تعب متعب. طب شو السبب؟ لانه كان ايش؟ اكيد بيلعب تنس. طيب هسه بطلع في عندي هون ايش؟ verb 2. طالما في عندي verb 2 وفي عندي because، تلقائيا الجواب شو بده يكون عندي؟ had زائد verb 3. had زائد verb 3. في عندي had زائد verb 3، في عندي had زائد verb 3، مع العلم انه ايش اعطاك كمان؟ had been playing. شوف الجملة هاي حتى انك تعرف تميز ما بين هاي وهاي. verb 2 وفي عندي because، تلقائيا تلقائيا على السريع بده يكون في عندي had زائد verb 3 الجواب. شوف الجملة هاي. he looked verb 2 very tired because، وفي عندي because. شو اجى عندي هون بالجملة؟ for. هسا في عندي انا شيء اسمه اللي هو الفور والall والsense، هدول بنسميهم دلالات زمنية مستمرة، دلالات زمنية مستمرة إذا أجوا مع الverb 1 أو الverb 2. شفنا فوق إنه لما أجت عندي هنا مع الفور والthat's why وفي عندي verb 1 verb 1 وفي عندي فور، تلقائيا بدي يكون بدون أي نقاش، بدون أي نقاش، لا تناقشتي ولا تناقش حالك وأنت مغمض، حطي لي has أو have been زائد verb ing. باجي بطلع هون، شو في عندي هون؟ he looked very tired because for، في عندي verb 2، في عندي for، وانت مغمض had been زائد verb ing، مش had زائد verb 3. ليش؟ لانه دخلت هسه عندي ايش؟ هسه الفور. اذا شفتوا هون الفرق ما بين الجملتين نفس الشيء، بس ايش؟ طالما انه طلع دخلت عندي for او all او since، اتغير الزمن للماضي التام المستمر.
اذا شو بصير عندي هون؟ had been playing. اوكي ربي يرضى عليكم. طيب فينك الجملة هاي؟ كيف بدك تميز هسا من اللي هي الذير؟ الذير اما انها تيجي عندك مع الجمع او تيجي عندك مع المفرد. بناء على ايش يا استاذي؟ بناء على الاسم اللي بيكون بعد الفراغ. بيكون بناء على الاسم اللي بيكون دائما وين انت؟ بعد الفراغ. يلا. Since the 1930 there is industrial advances. Industrial advances. في عندي هون ايش هذا؟ هذا عندي هون انا ايش؟ اللي هو الجمع. الجمع ايش بدها تاخذ؟ بدها تاخذ has been ولا have been؟ الار بي انسى، ليش؟ لانه فيش شيء اسمه ار بي. عالسريع بدها تاخذ ايش؟ have been. اذا الذير بناء على الاسم اللي بده يجي وينتا؟ بعد الفراغ. بعد الفراغ بحط اما has been او have been. طلعوا لي. Since 1940 كومن ايرا ذير ايش؟ هاي اجى عندي هون الذير. الذير شو اجى بعديها؟ الفراغ. بعد الفراغ شو اجى عندي؟ اللي هو evolution. 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 عندي هاي ايش مالها؟ مفرد. المفرد ايش بدها؟ بدها have been ولا has been؟ بدها has been. وصلت الفكرة؟ الذير كيف بدك انت تميزها اذا كانت مفرد ولا جمع بدك تحط بعديها؟ حسب الاسم اللي بيجي بعد الفراغ. بعد الفراغ. اوكي اللهم اني قد بلغت. It all day it is still raining right now. الجملة هاي كثير 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 رائعة وهي اجت عندنا كونه في الوزارة. It all في عندي هون انا all. شو حكيت لك قبل؟ since وall وfor شو بنسميهم؟ دلالات زمنية مستمرة. واو شو في عندي هون؟ عندك still. شان still يعني ما زال. هون هاي ثبتت لي ايش؟ الجملة. ثبتت لي الجملة بانه في عندي اشي اسمه مستمر. في عندي اشي اسمه مستمر. طيب شو في عندك هون كمان؟ right now. والله انها مستمر. والله انها مستمر. ليش؟ لانه هون صار في عندي ثلاث دلالات. اللي صار في عندي هون الاول. وفي عندك still وفي عندك right now. خلص. باجي بطلع. في عندي اي اشي؟ في عندي اي اشي بدل على الماضي؟ لا. إذا أستري شو بدها تكون؟ rains؟ لا. was raining؟ طبعا لا. عندك rained ماضي؟ لا. أستري بدها تكون has been raining. أوكي؟ إذا it has been raining all day. أوكي؟ it is still raining right now. وما زالت تمطر الآن. لسه حلوين؟ الله يبارك فيكم. أوكي حبايبي. طلعوا للجملة هون. My uncle working at the company for 5 years when he got a promotion. طيب هسا بيجيك سؤال، بيجيك واحد بيقول لك أستاذ احنا بنعرف انه في عندك هنا ال while وال as بيجي بعديهم verb 2 اللي هي was where زائد verb ing. قبليها لازم تكون في عندي ايش؟ اللي هي ال verb 2. ال while وال as بيجي بعديهم was where زائد verb ing. قبليهم بيجي عندك ايش؟ اللي هي الفيرب 2. الوين بيجي بعديها فيرب 2. شو لازم يكون قبليها؟ was where زائد فيرب ing. حلوين. اوكي تعالي هون استاذ، هاي في عندي هون وين؟ هل وين شو بدي يجي بعديها؟ فيرب 2. ممتاز. شو اجي بعديها؟ فيرب 2. اوكي اذا لازم اكون في عندي هون was زائد فيرب ing لانه ماي انكل مفرد، صح؟ هسا في عندك was زائد فيرب ing. هاي في عندك هون was working. was working بس وقف عندك لا تحل. ثواني باجي بتطلع شو في عندي هون؟ في عندي هون فور. هسا الفور اقوى. الفور اقوى يعني لما يكون في عندك، حكيت لك اياها انا جمله اساسيه، لما يكون في عندي فور او اول او سنس واحده من هالثلاث مع شوف زائد ايش؟ فيرب 2. فور او اول او سنس معهم فيرب 2 وانت مغمض. اه شوف انا مغمض، وين بدي اروح هسه؟ بدي اروح على شيء اسمه had been زائد verb ing. وين في عندي had been زائد verb ing؟ بالله عليك ما حطيت عليها؟ والله حطيت. هيها had been working. had been working. اذا لا يعني لا تروح انه على السريع انه لما يكون في عندي when قبلها verb 2 بدي يجي قبلها had was where زائد verb ing. لا، اذا صدف كان في عندك for او all or since اتغير الزمن.
تغير الزمن عندك، صار في عندك هنا ماضي تام مستمر. اذا فيرب 2 مع فور او اول او سينس على السريع بتعطيني وانت مغمض هاد بين زائد فيرب باي ان جي. دان باي 2012 ماي براذر فروم انديا يونيفرستي. في عندي هون باي وحكيت لكم اياها 1000 مره ونزلت لكم اياها كمان بمقطع كويس، اللي هو لما يكون في عندي باي، الباي دلاله مشتركه، الباي دلاله مشترك مع ايش؟ مع الماضي التام، وبتيجي مع الماضي التام المستمر، وبتيجي مع المستقبل التام. ثلاث ازمنه طلعوا لي هنا. هسه في عندي هنا باي اجت مع مين؟ 2012 يعني تاريخ قديم. هسه التاريخ حكيت لكم اياها انا انه بتعتبر فيرب 2، تاريخ قديم يعتبر فيرب 2. اوكي، هاي في عندي باي وفي عندي فيرب 2، في عندي فور اول سينس. لا، عسترية شو بدك تعطيني؟ هاد زائد فيرب 3، هاد زائد فيرب 3. وين هاد زائد فيرب 3؟ والله يا أستاذ. أوكي؟ طيب. I recently a lot of people since I came in July. طيب. باجي بطلع أستاذ. في عندي هون أنا came. هاي فيرب 2. بدي أفهمك وين غلطك هسا شوف. في عندي فيرب 2. في عندي since. عسترية هاد بين زائد فيرب ING. أستاذي. رو علي. هسا احنا بنعرف يا استاذي دائما انه بعد السنس لازم يكون في عندي اشي اسمه اللي هي اما دلاله ماضي اللي هي زي يسترداي، لاست ويك، سون، شو اسمه سوري اجو، او وين اي واز ا تشايلد، عندما كنت طفلا. هاي لازم يكون عندي انا دائما دائما بعد السنس لازم يكون في عندك اي دلاله في الماضي. غير هيك هسا في عندك هنا السنس بتقول استاذ اجى وراها فيرب 2، اوكي ماشي، وفي عندي هون ايش؟ سينس، اذا بدها تكون هاد بين زائد فيرب ان جي، لا. طب شو بتطلع؟ بلاقي في عندي هون ايش؟ ريسنتلي. الريسنتلي هاي دلاله مشتركه مع مين؟ مع المضارع التام والمضارع التام المستمر. هسا ريسنتلي والليتلي لما يجوا عندي وسط الجمله بنحلهم على شيء اسمه مضارع تام، لما يجوا عندي نهايه الجمله او بدايه الجمله بنحلها على شيء اسمه مضارع تام مستمر بعيد. recently و lately اذا بيجوا عندي وسط الجمله بنحلها على مضارع تام، يعني has have زائد verb 3. طب اذا بيجوا عندي استاذ على نهايه الجمله او بدايه الجمله، هون بنحلها على مضارع تام مستمر، has have been زائد verb ing. يلا باجي بالطرف. I recently a lot of people since I came in July. يا عيني عليك. بس السنس دلالة من دلالة المضارع التام برضو. إذا شو بدها تكون؟ I have recently met. I have recently met. recently بتاخذ إيش؟ وسط الجملة. إذا بدها تكون إيش؟ مضارع تام. أستاذي هاي ما إلها دخل إنه والله عندي في verb 2 وفي عندي سنس عشان أحطها had been meeting. غلط. أوكي؟ دائما خذها قاعدة. بعد السنس لازم يكون في عندك إشي بالماضي. أوكي؟ هذا لا يعتبر انه والله فيرب 2 بناء على السنسور فور موجوده بدي اعطيها هاد بين زائد فيرب ان جي. اوكي انتبهوا للشغله هاي. طيب نيجي الجمله هاي. اماما واز ديلايتد شي اباوت ذا جيرش فيستيفال فور ا مانث. طيب انا في عندي هنا ايش؟ اماما بقول لك كانت متحمسه كثير. She about the Jewish festival for a month. يا عيني علي. في عندي هون ايش؟ for. طب شو في عندي؟ لازم يكون في عندي اما verb 1 او verb 2 حتى تكمل عندي ايش؟ الفرحة. فرحة ايش؟ فرحة الماضي التام المستمر. وين في عندي verb 2؟ هل انه هاي تعتبر verb 2 delighted؟ لا يا استاذي، هاي بنسميها احنا adjective. انها متحمسة. متحمسة، هاي ايش؟ زي tired. يعني لما بقول لك he looked tired. هو بدا متعبا، انه شو صفته؟ كانت متعب. لا تفكر لي انه التايرد فيرب 2 ولا الديلايتد فيرب 2 لانه انتهت باي دي، لا. اوكي؟ هسه في عندك هون الديلايتد هاي اجت عندك ادجكتيف، هاي الفيرب 2. هذا هو الفيرب 2. هسه في عندك هون الاز وام وار يعتبروا فيرب 1. عندك الواز والوير يعتبروا فيرب 2. دير بالك الافعال المساعده كثير 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 هاي بتساعدني. اه؟ اوكي. اذا طالما في عندك هون فيرب 2 وفي عندك فور، اذا تلقائيا شو الجمله بدها تكون؟ هاد بين زائد فيرب اي ان جي، هاد بين زائد فيرب اي ان جي، وانت مغمض.
اوكي اكتبوها عندك، دونها عندك، دون استاذ لما يكون في عندي انا هاد فيرب 2 وفي عندي فور اول سينس وانا مغمض هاد بين زائد فيرب اي ان جي، اوكي في عندي فيرب 1 في عندي فور اول سينس هاز هاف بين زائد فيرب اي ان جي، اوكي اوكي يلا. اسماعيل هيز ورك فور 2 اورز بيفور هي ليفت ذا هاوس. حلوين طلعوا للجمله هاي. استاذي احنا اخذنا قاعده الماضي التام اللي هي الباست بيرفكت وكان من دلالاتها اللي هي البيفور والافتر، اوكي هلا البيفور بيجي بعديها فيرب 2 قبلها بده يكون في عندي هاد زائد فيرب 3. حلوين بس بدنا نراعي انه في عندي هون فور ولا اول ولا سينس في الجمله ولا لا. تعالوا باجي بطلع اسماعيل هيز ورك فور 2 اورز في عندي فور في عندي فيرب 2 خلاص انسى شيء اسمه ماضي تام حتى لو كانت في عندك افتر ولا بيفور انسى انه في عندك شيء اسمه ماضي تام طالما انه في عندك هون فور او اول او سينس مع فيرب 2 اذا وانت مغمض شو حكينا had been زائد verb ing اوكي يلا وين had been زائد verb ing هياتها بكون معطيك الخيارات في الوزاره بكون معطيك خيارات انه خلص طالما انه الطالب بقول لك هذا حافظ مش فاهم في عندي before verb 2 اذا تلقائي بده يكون had زائد verb 3 هيها بتحطها بتطلع غلط اوكي فبدنا يعني ننتبه على الشغلات هاي في عندك تركات الوزاره اللهم عافينا منها يا الله اوكي وانتو كمان The boys football before it started to rain. طيب يا عيني عليه هات طلع عندي هنا. والله إني كويس أعطيتك حتى نبيز أقسم بالله العظيم. هاي في عندي before. Before شو حكينا بدي يجي بعديها verb 2 قبلها بدي يكون had زائد verb 3 طب في عندي for all since لا عالسريع بتعطيني had زائد verb 3 وصلت الفكرة انتبهوا لي عليهم هذول الثنتين. Before بيجي وراها verb 2 حلوين. بس قبلها ايش اجى عندي هون فور او اول سينس اخذت شيء ثاني هون ما شيء ما جاش عندي لا فور ولا اول سينس اذا عسري بعطيها ايش هاد بين هاد زائد فيرب 3 اوكي طيب وي وير واتشينج ذا نيوز وين ذا اناونسر ايش سبيشال ليف طلعوا باجي بطلع شو في عندي هون يا استاذي عندي وين الوين انت حكيت لنا انه بيجي بعديها فيرب 2 وبيجي قبلها واز وير زائد فيرب ان جي حلوين شو اجى قبلها was where زائد verb ing صح هيها we were watching then use when هسه شو تلقائي شو لازم يكون في عندي هنا verb 2 في عندي for all since لا في verb 2 في هيها made اوكي حلوين يا عين عليكم ان شاء الله رب العالمين تكون هاي الحصة فائدة لكم انتو يا الله طلعوا لي هون زين her homework for 2 hours طيب شو حكيت لكم انا قلت لك لما يكون في عندك بالجمله فور او اول او سينس هاي جمله قلت لك اياها حتى اني ايش اضلني اذكر فيك في اذا كون طالما انه في عندي في الجمله فور او اول او سينس افهم في بالجمله استاذي فور اول سينس ما عندي اي فعل ثاني ما عندي اي فعل ثاني اذا تلقائيا بدها تكون اما مضارع تام هاز هاف زائد فيرب 3 او مضارع تام مستمر هاز have been زائد verb ing شو عندي انا واحدة من الخيارات موجودة عندي هنا في عندي هون has have زائد verb 3 يعني هون عندي زين مفرد بدها تكون في عندي هون has زائد verb 3 لا في عندي هون has been doing اذا على السريع بتحطها ويعطيك الف عافية هيك انت اخذت ايش الفول مارك اوكي ربي يرضى عليكم طيب في عندك هون I my car that's why my hands are dirty هذا عندك سؤال الكتاب انتبهوا عليه كثير لأن الوزارة متقيدة كثير 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 في إشي اسمه الكتاب يعني إحنا بدنا نجيب لكم أسئلة من الكتب يا سيدي هيا بنعطيك أسئلة الكتب بس هون إيش اللي عندي هسه عليك إنك أنت اللي تتابع معنا وتتابع في الكتاب وتحل وتجيب الفول مارك أوكي طيب هسه في عندي هون that's why that's why هاي دلالة مضارع تام مستمر بس اوكي مضارع تام مستمر بس اذا اجى معها فيرب 1 وين فيرب 1 يا استاذ شو هسه قلت لك انا از وام وار يعتبروا ايش فيرب 1 والواز والوير يعتبروا فيرب 2 شو في عندي هون ار فيرب 1 في فيرب 1 في ذاتس واي اذا على السريع وانت مغمض هاز هاف بين زائد فيرب ان جي في عندي اي الاي شو بتاخذ هاف هاف بين كليند لا في عندي هون هاف بين كليننج اوكي دير بالك Students in my school, their classes online since last semester. يا عين علي. طيب حسب اجي بطلع في عندي هون اي فعل ما في عندي. في عندي هون since.
السنس على السريع زي اللي فوقها، زي اللي فوق اللي قبلها، اوكي. لما يكون في عندي فور اول سنس ما يكون في عندي في الجمله فعل، بده يكون في عندي اما خيارين اللي مضارع تام مستمر او مضارع تام. شوفي عندك هون students in my school، لا تاخذي السكول، بدك تاخذي ايش؟ الطلاب، الطلاب في مدرستي، ما بتكلم عن المدرسه، اوكي. اذا شو بدها تكون هنا؟ هون ايش اعطاك؟ has been attending و have been attending، حتى انهم ايش يلخبطوك شوي. بقول لك في طلاب على السريع باخذوها على students، هدول الشاطرين، وفي عندك باخذوها على السكول برضه هدول الشاطرين، بس بدنا نتشاطر اكثر، نتشاطر اكثر حتى نصير زي الشاطرين اللي ايش باخذوها على السكولز. إذا students على students in my school إيش نالها؟ have been attending. أوكي؟ ربي يوفقكم. My brother was a bit tired yesterday because he the house. حلوين. شو حكيتك أنا؟ في عندك because. طيب شو في عندي هون؟ عندك was. هل إنه tired verb two؟ لا يا عيني عليك. وهي إيش؟ هاي اللي عندي هون adjective اللي هي صفة. إذا طالما في عندي هون verb two وفي عندك هنا because، في for all since ما في، على السريع هاد زائد verb 3، اوكي؟ وين هاد زائد verb 3؟ هاي هم، اوكي؟ طيب نيجي هون by the end of 2010، by the end of 2010 عندك by دلالة من دلالات ايش؟ حكيناها مشتركة، يلا by، في عندك هنا هاي باي، في هنا 2010 باي زائد 2010 اللي هي هاي تعتبر verb 2. طيب companies more smartphones than PCs، اوكي. طيب اهو فيش عندي for all since، في عندي باي، في عندي verb 2، بس ما في عندي for all since. على السريع بدها تكون had زائد verb 3 had sold، اوكي. طيب after she out I found her bag. حلوين. هسا احنا حكينا الجملة الماضي التام، الماضي التام اللي هي في عندي before و after. هسا before بدي يجي بعديها verb 2، قبلها ايش؟ had زائد verb 3. طب والافتر شو بدي يجي بعديها؟ عكس عكس اللي هي after بدي يجي بعديها had زائد verb 3 وبعديها ايش؟ verb 2. after she شو في عندي هون؟ verb 2. اذا تلقائي شو بدي يكون في عندي هون؟ had زائد verb 3، had زائد verb 3، اوكي؟ طيب before she went to the library Rama her mother to prepare lunch. كمان شي في عندك هون before، هاي الدلالة. شو اجى بعديها؟ went verb 2. في عندي for all since، ما في عندي for all since. على السريع شو بدي يكون؟ had زائد verb 3، had زائد verb 3. اوكي حبايبي، ان شاء الله رب العالمين تكون هاي الحصة كثير 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 فادتكم، يعني اللي كان ساهي عن شغلة كثير كثير ايش فادته. ارجو من الله انكم تكونوا كلياتكم استفدتوا وتفللوا في امتحان انجليزي يا رب يا الله. طيب we are going to better again، we are going to better again I forward to it since 2016. شايف دائما دائما بعد السنس لازم يكون في عندك اي شيء بتعلق في الماضي، اوكي. طيب في عندك هنا we are going، في عندك since، وفي عندي هنا verb 1، في verb 1 وفي عندك since، تلقائيا شو بدي يكون؟ يا عين عليكم، has have been زائد verb ing. في عندي has have been زائد verb ing اللي هي الاي، الاي بتاخذ ايش؟ have been looking. ممتاز، هيك بدي اياك تكون سريع البديهه، اوكي. يلا my father in this company for 3 years. حلينا قبلها اربع امثله، يلا ما في عندي اي فعل بالجمله، في عندي for all since، ما في عندي اي فعل بالجمله، وفي عندي for all since. على السريع شو بدي يكون؟ اما مضارع تام او مضارع تام مستمر. شو في عندي انا هنا؟ my father عندك had باي باي، has been working، هاي هي. في عندي هون has worked، لا. اذا هاي هي الجواب، اوكي. طيب راما فوند هير بيرنتس فروم ذا سكول، they for her call all morning. since for all، since for all احفظوهم، since for all في معهم verb 1 has have been زائد verb ing. في عندك هون verb 2، طالما انه في عندي هون verb 2 اذا تلقائيا شو بدها تكون؟ شو ماضي الهاز والهاف؟ هاد، هاد بين زائد verb ing، هاد بين زائد verb ing، اوكي؟ يلا look the farmers ايش؟ the flowers since the morning. هاها هسه هون في عندك اختلف اشي بسيط، اشي بسيط اختلف اللي هسه بدي احكي لكم اياه. في لك هون طلع هون the farmers
the flowers since the morning. هاي تيجي عندي هون ايش انا؟ تيجي عندي هاي وبتيجي عندي هاي. اوكي؟ بدون اللوك. بدون اللوك افهموها. بدون اللوك بتيجي وبعدين. هسا اللوك. The farmers افهموها. The farmers الجمع. الجمع يعني عندي هون ايش؟ جمع بدها ايش؟ have. بدها ايش؟ have. هاي في عندي have وفي عندي هون have. هاي have وفي عندي have. انسى انه في عندك اشي اسمه ماضي. ليش؟ خلص لانه ما في عندك، في عندك هون لك. اوكي؟ قلت لك لما ما يكون في عندي بالجملة فعل بنسى اشي اسمه ماضي. ليش؟ لانه ما في عندي اي دليل بالجملة في الماضي. بركز على اشي اسمه مضارع تام، مضارع تام مستمر. انسوا اللوك. في عندي the farmers the flowers since the morning. في عندي هذا الجواب صح وهذا الجواب صح. اذا هنا السؤال كله غلط. هذا اذا بيجيك زي هيك زي هاي بدون اللوك، هاي بتاخذ كل المملكة بأخذ عليها ايش؟ الاربع علامات. بس شو حطي لك هنا؟ حطي لك هنا لوك. لوك دلالة من دلالات الاستمرارية. دلالة من دلالات يعني بيجي بيقول لك هنا لوك او right now. اوكي؟ او at the moment. كلهم هدول دلالات مضارع مستمر. هسا المضارع المستمر مضارع تام مستمر، مضارع تام مستمر في عندك السنس والفور والاول. اذا بيجي معهم دلاله من دلالات المضارع التام المستمر، المستمر على السريع بتعطيني اياها ايش؟ have been irrigating. اوكي؟ بنسى شيء اسمه have irrigated. ليش؟ لانه في عندك هون ايش؟ هاي استمراريه. اوكي حبايبي ربي يرضى عليكم. طيب نشوف شوي هيك، اخذنا هسه الازمنه نشوف على شيء اسمه اللي هو المستقبلات. اوكي؟ انتم كثير كثير بتحبوا المستقبلات. ان شاء الله يا رب كل حياتكم مستقبلكم يكون باهر. We won't be home tomorrow night. مش راح نكون بالبيت بكره بالليل. طب شو السبب؟ We the football match at the stadium. هسه في عندك هون هاي دلاله من دلالات المستقبل المستمر، المستقبل المستمر. يعني انه بقول لك احنا مش راح نكون في البيت. هسه شو يعني مستقبل مستمر؟ يعني اشي ما بدا ولا انتهى بس بده يصير في المستقبل. ما بلش يعني ما بداش ولا انتهى بده يصير في المستقبل. بقول لك يعني هون انه احنا بكره المساء او بكره بالليل مش راح نكون في البيت. طب ما اشي ما انتهاش ولا بلش، شو بدها تكون؟ We will be زائد verb ing. We will be زائد verb ing. في عندي will be زائد verb ing هياتها. اوكي؟ طيب اذا هاي دلاله من دلالات المستقبل. We won't, we can't, don't زي هيك كلياتهم هذول ايش؟ اللي هم دلاله من دلالات المستقبل المستمر. This time tomorrow. خلص this time tomorrow انا هون حددت لك وقت. طالما اني حددت لك وقت اذا تلقائي بده يكون مستقبل مستمر. This time إن زائد رقم زائد إيش تايم، هذول كلياتهم دلالات مستقبل مستمر. دير بالك تخربط. عندك this time tomorrow هنا في تحديد وقت، هاي تحديد وقت. لما أنا أكون محدد لك وقت إذا العسري بدك تعطيني إياها إيش؟ مستقبل مستمر. مستقبل مستمر. We will be celebrating. We will be celebrating. طب أستاذي دخلت عندي because. البيكوز على السريع. لما يكون في عندك مستقبل مستمر لازم يكون في عندك مستقبل تام عدس على السريع وراها. مستقبل تام. ما باجي بقول لك والله انه البيكوز يا استاذ اعطتني اياها من دلاله من دلالات الماضي التام. اوكي؟ والماضي التام المستمر. هسه هل انه يعقل انه يكون في عندك مستمر شيء مستمر وماضي؟ لا، بده يكون عندك مستمر مستقبل وبعديها مستقبل تام. انسى شيء اسمه ماضي. طيب next month my parents. شوفوا لها هاي الجملة يا الله ما أحلاها يا الله. Next month my parents married for 20 years. أوكي هسا هاي الفور هاي تعتبر دلالة؟ تعتبر دلالة. أوكي طبعا حلو. بس باجي بتطلع شوفي عندك هنا next month أنا دخل لي هنا في المستقبل، ما رحنا على المضارع التام والمضارع التام المستمر. هسا المارد أوكي في عندك هنا verb 3 صح؟ يعني عليك شو أعطاني هون؟ هاي سؤال الكتاب، سؤال في الكتاب. next month يعني في عندي مستقبل على السريع. طالما في عندي مستقبل بدي أحط ول. ها مش بكيفي ولا بكيفك وغصبت عنا. أوكي
طالما في عندي هون لازم احط الويل. هسه بدنا نحط اما بي زائد فيرب ان جي او هاف زائد فيرب 3. باجي بطلع شو اعطاني هون بين قوسين؟ اعطاني هون هاف بي. هون انا غششني اياها الوزاره، غششتك اياها، بتقول لك والله انا بدي اياها هون مستقبل تام، بدي اياها مستقبل تام. ليش؟ لانه اعطاك الهاف قبل البي. طب اوكي، لنفرض اعطاك البي هاف، لنفرض يعني عكست لك اياها، هيك الجمله بتطلع غلط. يا يعني بتصير will be having married، في شيء will be having married؟ لا. اذا استلم شو بدها تكون؟ my parents will have، البي بتصير been married، will have been married، will have been married. اوكي، ركزوا عليها كثير، هاي سؤال في الكتاب. هسه من دلالات الما المستقبل المستمر، انا قلت لك في عندك شيء اسمه هنا اللي هو الباي والباي، وفي عندي هنا كمان باي، بلاش يقول لك باي اربع علامات هون بالله عليك، زائد فيرب 1 زائد دلاله مستقبل او زائد ايش؟ ذن، باي زائد ذن اللي كلمه ذن. اوكي طيب، هسه في عندك هون the books that you ordered، الكتب اللي انت طلبتها ايش مالها؟ by the end of this week، by the end of this week مع نهاية هذا الاسبوع. خلص الاسبوع؟ لا. اذا تلقائيا في عندي هون by زائد ايش؟ دلالة مستقبل. by زائد دلالة مستقبل شو بدها تكون؟ will have زائد verb 3. شو اعطاك هون؟ not، يعني اعطيني اياها جملة نيجاتيف منفية. اذا شو بدها تكون؟ won't have، اعطيني الفيرب arrived، won't have arrived. اذا the books that you ordered won't have arrived by the end of this week، مع نهاية هذا الأسبوع. اوكي، you can borrow this book tomorrow، بإمكانك تستعير هذا الكتاب غدا. I it by then، شو في عندي هنا؟ by then، شو في عندي دلالة من دلالات المستقبل المستمر؟ by زائد then. إذا تلقائيا will have زائد verb 3، will have finished، will have finished. أوكي حبايبي، ربي يرضى عليكم. can I call you tomorrow at this time or، طيب هسا شو في عندك هنا؟ can I call you tomorrow at this time، بقدر أحكي معك بكرة في نفس الوقت، يعني أنا هون قاعد بحدد لك وقت، وطالما إني أنا قاعد بحدد لك وقت، إذا تلقائيا شو بدي يكون عندك؟ مستقبل مستمر، تحديد وقت مستقبل مستمر. this time can I call you، don't call me، in زائد رقم زائد time، this time، كلهم هذول ايش؟ دلالة من دلالات ايش؟ المستقبل المستمر. ركزوا عليها. اذا you can borrow this book tomorrow، I okay sorry، can I call you tomorrow at this time or، هسه شو اعطاك هنا؟ question mark، يعني انا بديها سؤال. or will you be having dinner، will you be having dinner with your family، ولا انك انت بتكون تتناول عشاك مع ايش؟ مع اهلك. اوكي طيب، don't call me tonight at 9، لا تحكي معي الليل الساعة 9. شو حكيتك انا؟ هون حددت لك وقت، يعني اوعى دير بالك تحكي معي الساعة 9. طب ليش؟ في سبب. I dinner with my family، لانه في عندك هون تحديد وقت، تحديد وقت شو بده يكون؟ مستقبل مستمر، يعني عليك اللي هي we will be having، we will be having. طب what will you this time tomorrow morning، طب انت شو بتكون تعمل زي هسه بكرة؟ هاي this time، this time برضو مستقبل مستمر، مستقبل مستمر. هسه الاستمرارية شو بدها؟ برضو بدها will be زائد verb ing، في عندك هون will be doing. اوكي بالله عليكم ديروا بالكم، ديروا بالكم على المستقبلات. اوكي مستقبلات كثير 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 حلوات. في عندك هون الجملة هاي what we in 10 years time، هسا في عندك هون الدلالة هاي، ركزوا عليها كثير. in 10 years time هاي فقط للمستمر اللي هي المستقبل،
المستمر. لما يكون في عندك ان زائد رقم زائد تايم، هاي بتكون ايش؟ مستقبل مستمر. بقول لك what will we be doing in 10 years time، شو احنا راح نكون نعمل من هون لعشر سنين. what will be doing. اوكي طيب، we are late by the time، هاي by the time. we get by زائد ايش؟ verb 1. طالما انه في عندي by وفي عندي verb 1 تلقائي شو بده يكون في عندي؟ باي verb 1 شو بده يكون في عندي؟ مستقبل تام يا عيني عليكم، اللي هي will have gone. will have gone. باي next year، في عندك هون باي، شو اجي بعديها؟ دلالة مستقبل. باي next year على السريع بدها تكون will have زائد verb 3. will have زائد verb 3. By the end of this decade. decade أخذناها في الوحدة الأولى، أوكي؟ اللي هي العقد، اللي هو العقد اللي هي العشر سنوات، اللي هو إيش؟ relating to 10 years هذا، أوكي؟ العقد 10 years هذا 10 years. by وفي عندك دلالة من دلالات المستقبل، يعني في من هون لها العشر سنوات القادمات هذول خلصوا؟ لا، إذا في عندك مستقبل شو بدها تكون؟ will have discovered. will have discovered. طيب نشوف the last sentence، مع اني حاب اني اطول معكم شوية، بس والله العظيم انه يعني خلص يعني هيك اكتفينا احنا، يعني شرح ازمنة كاملة هيك. اوكي في عندك هنا اللي هي by the time Karam arrives، في عندك by، شو اجي عندي هنا؟ verb 1. verb 1 على السريع شو بدها تكون؟ by verb 1 مستقبل تام. مستقبل تام. طب ثواني شوي شوفوا، لنفرض انه بدل arrives كان في عندي هنا arrived، في باي زائد verb 2، في باي في verb 2، في عندك for all since؟ لا، شو بده يكون الجواب؟ اذا هاي بده تكون عندي هاي. اوكي هاي في عندي باي وفي عندي verb 2، تلقائيا بده يكون في عندك had زائد verb 3. انا في عندي هنا باي زائد verb 1، الverb 1 بده تكون عندك مستقبل تام. شفت الفرق؟ حرف واحد، شفت الحرف هذا الاس والدي ضيع عليك ايش؟ اربع علامات. فبدنا ننتبه على الشغلات هاي، وربي يوفقكم ان شاء الله، واشوفكم في اعلى المراتب. كان معكم حبيبكم وتاج راسكم الله يرضى عليكم يا ربي، استاذ اسماعيل، الله يوفقكم ونشوفكم ان شاء الله في بث مباشر اخر. يعطيكم الف عافية.